كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الحقيقة كان في مبادرة مننا بأننا ننزل ونشوف طلبات الناس إيه ومشاكلهم المتعلقة بالمحاور بتاعة الحوار الوطني، علشان نقدر إن إحنا نعمل بيها تقرير تترفع للأمانة الفنية، علشان يعني نساعد مع الدولة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إننا نوصل صوت المواطن وإيه المشاكل اللي هو بيواجهها وإيه احتياجاته. الحقيقة النهاردة إحنا بنتكلم في واحدة من أهم الحلقات النقاشية اللي عاملها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المجتمع المحلي، وكان الاختيار النهاردة لإسطبل عنتر ومركز شباب النهضة في مصر القديمة على اعتبار أنها منطقة مهمة جدا في جنوب القاهرة، وأنها بتفتكر لمجموعة من الخدمات، وأنه الناس طلبت أنها يتسمع لمجموعة من الآراء اللي موجودة عندهم والمشاكل اللي هم بيقابلوها. احنا اتكلمنا عن المشاكل اللي بتواجهنا في المنطقة وقلنا له عليها، وفي كذا حد من الستات الكبيره ومن الشباب الصغير كان عنده مشاكل في مدارس وفي كسلع تموينيه وفي حاجات كتير، وهو عدى ان شاء الله انه يوصل الكلام ده كله وهيبقى في حل باذن الله. النهارده حضرنا ندوه النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقيه شباب الاحزاب، كنا بنتكلم فيها عن الحوار الوطني، انه ينقل رؤيتنا للسيد رئيس الجمهوريه عن الحوار الوطني وعن مشاكلنا كمواطنين في الحياه.